أنت به فرج أن تجمع كلمتنا على كلمة غيرنا وأن توحد صفنا وأن تزيل الأحقاد والطغائن والحسد من بيننا إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، ما أجمل أن نتدارس معا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا أريد يا أحبتي أن نقف لثوان بسيطة. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بجيوش عظيمة كبيرة في أعداء الإسلام؟ هل انتصروا بطائرات تضرب عن بعد؟ أم انتصروا بغواصات تحمل هذه الصواريخ وتضرب من تحت الناس؟ أم انتصروا بدبابات تذوب الصحراء؟ مع قلة عددهم ومع قلة عددهم انتصروا بانتصارهم هو